السلام عليكم، معكم صفيان من قناة أنا واتفي. اليوم عندنا الهاتف الأسطورة، الهاتف الضخم، الهاتف الجميل، الهاتف الرخيص، الهاتف جميع المواصفات جمعهم التليفون وجمعتهم هذه الشركة ديال الفقارة، كما كنقولوا احنا الشركة ديال الفقارة، اللي عطينا تليفونات بأثمنة جد 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 رمزية جد جميلة. يعني تليفون ب 128 جيجا و4 جيجا في الرام زائد 4 جيجا، وهذا الثمن اللي غتسمع راه ما كاينش في السوق، وما كاينش شي شركه غتقدر تنافس هاد التليفون. المهم غادي نقوم بفتح العلبه ونشوفوا هاد التليفون. هو كيجي ب 128 جيجا، وكيجي ب 4 جيجا في الرام زائد 4، وكيجي ب 50 ميجا بيكسل في الكاميرا كما كتشوف معايا، وكيجي بمنفذ الشحن، منفذ الشحن اللي هو تايب سي. وباللي بهذا الثمن اللي غتسمعوا غتقول تليفون داير كتر من هاد التمن، وتليفون كيستاهل كتر من هاد التمن، ولكن ايتيل كتعرف الناس دراوش خاصهم تليفون بتمن مزيان. غادي نقومو بفتح العلبة وغادي نشوفو التليفون. التليفون ديالي اللي هو هذا، هو شركة وعندك العام ديال الكارانتي. اي مشكل في التليفون العام ما طيحوش غير في الماء وما يتهرش، اي حاجة خسرات كيصايبوهالك. ها انا فتحت لك الهاتف. نعم السي، هذا الاس 23 وكاش. اصلا حنا ما عندنا ما نديرو بالسينك جي، حيت السينك جي باقا ما داخلاش المغرب، يعني كاين غير ويفي 5 هرتز. كما كتشوف هذه هي الطله الاولى، هذه هي النظره الاولى. كما كنشوفوا عندنا الكاميرا جات دائريه، عندي فلاش، عندي جوج كاميرات. هذه الكاميرا الاساسيه اللي كتجي ب 50 ميجا بكسل، وهذا هو التليفون ديالي اللي 128 جيجا و 4 جيجا في الرام، وهذا هو المنفذ ديالي اللي هو تايب سي. يعني ايتيل سبقاتهم شويه، وما كنشوف ما كنلقاوش شي شركه منافسه دايره هذا الثمن. الثمن ديال هذا التليفون هو 1200 درهم. عشان هي 1200 درهم، 120 فرانك، واش تليفون ب 24000 ريال ب 1200 درهم في هاد المواصفات اللي كتشوف 128 جيجا؟ راه ما كاينش في السوق نهائيا، وما كاينش شي شركه دارت هاد التليفون بهاد الثمن للاس 23 كاتشي من ايتيل. يعني راه شي ثمن اللي وار 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 بزاف. غادي نقومو بتشغيل الهاتف وغنشوفو شنو كيجي معاه. اول حاجه كيجي بانكاساب الراكبه، نقومو بتشغيل الهاتف. ايتيل معروفه بالشعار ديالها اللون الاحمر. نحطو الهاتف ديالنا، غادي نشوفو اشنو كيجي معاه في العلبه. كما كتشوفو بوشيط لابد، بوشيط ديال الهاتف اللي كتكون راكبه بحال هكدا. شين التليفون يخدم لي عام ديالي، يخسر لا بغى يخسر، ما عنديش المشكل. شي سالي الكارانتي ديالو هانية، حيت 1200 درهم 128 جيجا راه ما كايناش في السوق بهاد الثمن هاد التليفونات. ولكن شهر 5 سمعنا شي اثمنة اللي عمرنا سمعناها. عندك هو كايبل منفذ تايب سي، عندك الليزيات سماعات كما العادة باقي مستغناتش عليهم ايتيل، وعندنا الشاحن. الشاحن اللي كيجي بجوج امبير، يعني يقدر يوصل حتى 20 واط ديال 10 واط. هذا هو التليفون ديالي غنخدمو، كيجي ب 5000 ميلي امبير في الباتري، يعني شارجي وبقى خدام بالتليفون تتعيا هو ماهيش. قلبو على الماروك صافونت، متنساش الاشتراك في القناة وضغط على زر لايك وتفعيل الجرس. واللي بغى التليفون التوصيل داخل الدار البيضاء بالمجان بثمن 1200 درهم، يعني التليفونات ديال 32 جيجا ولا 64 جيجا
يعني لقاي شي يساوي ب1200 درهم، ما عندك ما دير به. ناخذ اخويا ايتير 128 جيجا، 128 جيجا و4 جيجا في الرام، وغير ب24 ألف ريال، يعني 1200 درهم. كما كتشوف التليفون هو، حنا غنشوفو غير الكاميرا للوضوح، كاميرا ناضي ليس ناضي. كنقولش لك باش تشريه، انا غير ما لقيتش شي تليفون بهذا الثمن. انت كاميرا هذيك الريدمي الادو، حتى هي غندير عليها فيديو، غتلقاوه من ورا هذا الفيديو ان شاء الله. شي تليفون تجي بجوج كارتات، جو دو كارت سيم و ميكرو اتس دي و كارت ميموار لو بغيتي تزين. انت نديرو الأمامية، أمامية شي حاجة ناضية شي. يعني شي كاميرا كتبان مزيان، حتى الكاميرا القدام سيلفي شي حاجة واعرة. شوفني لا لا، كاميرا فيه واعرة التليفون، يعني 50 ميجا بيكسل، ماشي غير حبر على ورق. كاين الكاميرا خدامة. ما تنساش تشترك في القناة وتضغط على زر لايك وتفعيل الجرس ليصلك دائما كل جديد. نشوفو سيدي تليفون S23 من ايتيل، اللي غادي يهرس السوق، غيطيح الثمن بزاف بزاف، يعني 1200 درهم. ولينا كنسمع شي اثمنه ديال التليفونات اللي حنا كنتصدموا فيها. شالو غيطفى، تسنى يشعل بحالا كيت ميموار على حساب الغرام. كما كتشوفوا 4 زائد 4، من هنا ممكن نشغله، بغينا نطفيه ونطفيه من هنا، يعني كيعطيك 4 زائد 4 اللي هي 8 جيجا في الرام. لكن حنا نحسبو غير 4 جيجا، حنا ديما الصراحة كتبقى ديما لعبة على 4 جيجا في الرام و50 ميجا بيكسل. متنساش تشترك في القناة وتضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس من فد تايب سي. نسينا لون برانت، لون برانت نسينا. ها لون برانت هي هادي، انت باش تعرف انه فيه الهاتف فيه لون برانت راجعت تفجن. ها هي، راني ما رديتش ليها البال، انا تلفوني الستوكاج ولا رام وداكشي، ما بقيتش عاقل على لون برانت فين هي. ها لون برانت كاينه في الجن، ها هي باش تعرفوا ان كاينه. ندخلوا غنديروا ليه الكود فينا هو لوكاليزاسيون سيكوريتي. انت كيما كتقرا معايا امبرنت، كيقول لك دير شي كود شيما، كنديرو شيما. انت وقع يعطيني لومبرانت فين كاينه شي.
تيقول لي انا امبرانت راك هنا في الباور، يعني غير كنحط صبعي على هنايا سي هاو كيقرا، يعني الامبرانت ديالي كاينه في الجنب. انا ما رديتش العلبان، كاينه الامبرانت في الجنب. هاتف يستحق، يستحق كل التقدير وكل الثمن اللي عاطينو، يعني يستاهل داك الثمن ويستاهل اكثر من الثمن. شركات اخرين تلقاهم دايرين لي بحال، نعطيك مثلا غير ريدمي، ريدمي داير لي هذا داير لي 1700 درهم، الفرق ما بين ايتيل وريدمي 500 درهم. اما لو مشيتي لسامسونج كتسمع 1800 2000 درهم. المهم ما تنساش الشراكة وتضغط على زر اللايك. انا ما كنشكرش لك الشركة، اما كنشكر غير الثمن.